عندما تمشي في الطريق الآن ممكن يلقاك بعض الكفار يقول لك هل أنت مسلم؟ إيش تقول؟ تقول نعم أنا مسلم. هل أنت موحد؟ يقول نعم أنا موحد. يقول ما هو الإسلام؟ إذا لم تعرف الإسلام يقول أنت كاذب. إذا لا تعرف التوحيد هذا معناه أن أنت لست موحد. ما هو التوحيد؟ توحيد ليش؟ الموحد هو الذي يعرف ما هو التوحيد. التوحيد هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى، يفرد يعني لا يجعل معه شريك. نعم. يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. إيمان كي هريرة توحيد زوسقريشتو توحيد ربوبية ألوهية لأسماء وصفات. إذا لا يمكن أن نشرك بالله شيئا. أربعتي ثابو جيمي وليرو ثابو شلوكاكو ومسلم أبومبو كمانجك إيمان. تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. جهة إيمان ويا هريرة زيرة توحيد شتو تمازك فوقهم. الأول من أنواع التوحيد توحيد الربوبية. توحيد يعني المريض توحيد شتو توحيد بيت ربوبية. هو أن تفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، تفرد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق. نعم. كجرا توحيد سوامريش نبوهر إلى إيمان بكربة بجاي بجوز بجاي نكرم بنبيتشيوس. وهو الرازق. كمن يكون إيمان ليه إتاعه مفهوم. وهو له الملك سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر شؤون الخلائق سبحانه وتعالى. الثاني من أنواع التوحيد توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لا يمكن أن نعبد إلا الله، لا نصلي إلا لله، لا نصوم إلا لله، لا نحج إلا لله، لا نذبح إلا لله، لا ندعو إلا الله. العبادة حق لله سبحانه وتعالى. أما سيدش يوسف أقولي الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نعبد الجن. لا يمكن أن نعبد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لا نعبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نعبد عيسى عليه الصلاة والسلام. عليهم الصلاة والسلام. عندما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الأنبياء والرسل تصلي وتسلم عليه. تقول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عندما تسمع الآن تقول محمد تقول عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام. البخيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. إنما محمد يرد يقول لا نعبد الملائكة عليهم السلام. لا نعبد الصالحين. لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. لو الإنسان صرف عبادة واحدة لغير الله فهو مشرك كافر. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات. الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات خاصة به سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يكون الخالق الكامل مماثل المخلوق الناقص. الله أمرني ورمي أبانا شوركم يرمونه يرمي. إذا الموحد حقا لابد أن يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة.